2 جي زي بتاعت رامي سري. اول تراك الحمد لله سونا كويس، كان في غلطات بسيطة بس ان شاء الله التراك الجاي احسن. هحاول اجيب الماكسيمم اللي عندي ان شاء الله. مفيهاش حاجة مختلفة السباق ده، هو سيت اب الانجل بس اللي غيرنا فيه شوية. وده في حد ذاته بالنسبة لي بصراحة إنجاز، مش شايف إن هو حاجة وحشة إن أنا أول مرة أنزل سباق. حصل معايا عطل في العربية خلاني ما قدرتش أكمل الجولة الثالثة. إن شاء الله نعدي العيب اللي موجود عندنا ده. نزلت اخر راوند، سقت سواقه من غير اي غلطات نهائي، بس برضو في نص التراك الكاوتش اللي ورا شمال فرقع، بس الحمد لله كملنا لغايه اخر الهيت من غير اي غلطات يعني الحمد لله.